لدينا لاعبين من النجف، لدينا نبيل وسهل نعيم ومسلم مبارك. خطرة لفريق اربيل، تلعب خطرة، تلعب جول، تلعب جول، الله جول. احمد صلاح كان ممكن في هذه الكرة، حلوة حلوة لهولير. احمد صلاح واول تهديد، تسديدة كانت من مهدي كريم، وهنا احمد صلاح عربي هناك في دولة الكويت. احمد صلاح كرة خطرة ملعوبة، جول، الله بعد، جول 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 جول، الله، ضاعت ضاعت بشكل او حارس المرمى. عيد النهائي يا مازن، مهدي كريم، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق، بطريقة غريبة عجيبة. شوف 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 مهدي 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 بمواجهة المرمى، بالمدافع احمد صلاح، مهدي يلعبها داخل منطقة الجزاء، كرة تلعب، جول، ضاعت. قد يكون مسلم ثلاث ياردات، لا يا مسلم، مسلم 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 مبارك، شوف 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 شوف، لا تصدق. اتمنى ان لا يندم اربيل على هذه الفرص، لا 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 لا، مسلم مبارك تابع المباراة مع الكادر التدريبي، كل التوفيق لاربيل بالشوط الثاني. اربيل اضاع عدة فرص، ملعوبة الكرة، هولجارد جول، هولجارد يلعب الكرة، فرصة رابعة ضاعت بشكل غريب عجيب، شيء لا يصدق بالمباراة اللي حدم اربيل على هذه الفرص. اتمنى ان ما تندم عليها يا اهل جورد الملا محمد. شوف شوف شوف، والله لو هوار لا كان خلاها، لو هوار كان خلاها هل جورد الملا محمد. خط الدفاع الكويتي، كرة اللعب، هجمة خطرة، ممكن جول جول جول، العارضة هذه المرة تعارض دخول الكرة إلى الشباك الكويتية. هلجرد الملا محمد في الست ياردات، شوف 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 شوف، لعبها صح، لكن وين العارضة؟ العارضة والفضائية العراقية على الهواء مباشرة، لكن أملنا أن يفوز فريق أربيل ليتأهل إلى الدور نصف النهائي حتى يتحقق الحلم على الأقل. يعني هدف، إذن هدف على عكس المجريات، هدف لفريق نادي الكويت الكويتي عن طريق المحترف البرازيلي روجيريو. روجيريو يسجل للكويت الكويتي، روجيريو يسجل للفريق الكويتي. اول شوف هنا وليد علي وروجيريو من كرة مرتدة، اذا هو بديل ناجح للمدرب محمد عبد الله، وكرة صعبة على احمد علي. الان على اربيل ان يسجل هدف التعادل والعودة الى المباراة.